مثل ما عودناكم كل كم من يوم بنتكلم عن قصة من أهم قصص عالم المجوهرات. قصتنا اليوم عبارة عن الماسة. الماسة اللي تعتبر من أهم الألماسات حول العالم. جميلة جدا وجذابة، اللي حتى على مدار 600 سنة اللي فاتوا كانت تروح من ملك إلى ملك آخر في شتى أنحاء العالم، ولكن كانت تعتبر لعنة لكل من اقتناها. واليومكم هذا موجودة الألماسة، اسمها The Hope Diamond. بداية القصة في معبد في منطقة جولكوندا حيدراباد في الهند. كانت في ألماسة زرقاء، وكانت ألماسة فريدة من نوعها، ما قد العالم شاف ألماسة بهذا الجمال وبهذا الرقي. وكانوا البعض من الهنود يعبدون الألماسة هذه ظنا بأنها ألماسة جميلة وشيء يستحق العبادة، خرافتهم. المهم في يوم من الأيام كان في كاهن أو بريست في هذا المعبد، قرر انه يبيع الألماسة هذه الى تاجر فرنسي اسمه ترافنيير، اللي كان مخول من قبل الملك الفرنسي لوي الـ14 انه يروح ويستحوذ على احجار كريمة حول العالم. يقال ان الكاهن اللي باع الألماسة للرحالة الفرنسي، تاجر الفرنسي ترافنيير، الكاهن علق في مكان مدتها 14 يوم، ما كان في أكل وما كان في شراب وكان في حيوانات برية حواليه إلى ما توفى. ترافنيير اللي هو كان رحالة أو تاجر الفرنسي اللي كان مخول ياخذ الأحجار، باع الألماسة إلى الملك لوي الـ14، والملك كان جدا فخور بالألماسة هذه، اقتناها وبعثها لأحد الجوهرجية أن يقص الألماسة ويشكلها بشكل دائري أن يكون قلب له يوم يلبسه ويتفاخر فيه أمام الناس، لأن الألماس اللون الأزرق نادر جدا وما يتحصل، ولون الأزرق عند الفرنسيين يدل على القوة، رمز القوة. بداية الجوهرجي خذ الألماسة واستغرق العمل عليها مدة سنتين. في هذا الأثناء كان الملك لويل 14 كان جدا مولوع بهذا الألماسة وكان ينتظرها بفارغ الصبر. من سلم الألماسة ما كمل سنتين تقريبا لما توفى، راحت لولده اللي هو لوي 15، قرر انه يتخلص من الألماسة هذه، فوضعوها في الخزينة وما حد له الحق انه يروح ويطلب او يلبس الألماسة هذه، خلوها بعيد عن العين وبعيد عن القلب. وظلت الألماسة في الخزينة إلي ما توفى الملك لوي 15. اجى بعده ابنه لوي 16 اللي كان اخر ملك لفرنسا قبل ما تتحول إلى جمهورية. لوي 16 كان متزوج ماري أنتوانيت، وماري أنتوانيت كانت مولوعة بالأحجار الكريمة، كانت تعشق الأحجار الكريمة والمجوهرات والألماس بالأخص، وكانت مخولة كثير من الجوهرجية في فرنسا إن يسووا لها التيجان ويسووا لها المجوهرات عالية الثمن اللي ما حد يقدر يقلدهم حول العالم في ذاك الوقت. حطت عينها على هذه الألماسة وكانت تبغيها بكل بأي شكل من الأشكال، وفعلا قدرت آخر شيء تقتنيها، طبعا مع رضا زوجها قدرت أن تحصل الألماسة هذه وتلبسها بشكل دائم ومستمر. ما طولوا كم من سنة وصار عليهم ريفولوشن أو انقلاب خلنا نقول، وما طولوا وايد قصوا روسهم على طول. بعد 40 سنة بالضبط بالـ1830 ملك بريطانيا جورج الرابع كان معروف بذخة في الصرف، وكان معروف بحياته الغير صحية. جورج الرابع كان غني جدا في وقته، وكان يصرف طريقة عشوائية لأي شيء نادر وأي شيء حاب يقتنيه، فقرر بطريقة ما أنه يشتري الألماسة هذه اللي هي الهوب دايموند. بعد ما حصل الألماسة يقال إن لمدة 10 سنوات صار متين، متن وايد من كثر الأكل، فقد النظر، تراكمت عليه ديون كثيرة وتوفى. وبعد ما توفى
عشان يدفعون جزء من ديون اللي عليه اضطروا ان يبيعون الألماسة هذه الى احد البنوك. تم بيع الألماسة هذه الى احد البنوك الكبيرة في ذاك الوقت في لندن، والبنك كان يملكه هنري توماس هوب، اللي قرر ان يسمي الألماسة على اسم عائلته اللي هي The Hope Family، The Hope Diamond. ما طول وايد 4 سنوات وتوفى. أخوه ورث الألماسة هذه اللي كان شريكة في البنوك. ما طول وايد بعد 2 أو 3 سنوات والبنك عندهم ما قدر يكمل أو دخل في صفقات غير مربحة وخسروا كل اللي كان عندهم وتوفى الأخو. وظلوا العيال والأحفاد ما عندهم غير يتضاربون ويدخلون في محاكم، يدخلون في خلافات لبيع الألماسة هذه اللي هي The Hope Diamond. وتمت الخلافات مدة 70 سنة إلى بدايات 1900. يعني بعد 1900 الألماسة لفت حول العالم، طلعت من بريطانيا وراحت لأمريكا، وآخر شيء في 1901 اقتناها السلطان العثماني عبد الحميد الثاني. نفس القصة، ظلت عنده كم من سنة وانسجن وتوفى بعدين، وراحت الألماسة إلين ما اقتناها بيير كارتير اللي هو أحد مؤسسين شركة كارتير المعروفة عالميا. بيير كارتير اشتراها لأحد أكبر التجار الأمريكيين في ذاك الوقت في بداية 1900. هذا التاجر كان وارث من أبوه 25 مليون دولار المكلين، من عائلة المكلين اللي يملكون، كان تعرفون في يومنا هذا، جريدة الواشنطن بوست. كان رجل جدا غني، وكانت مرته مولوعة بالمجوهرات والألماس، وكانت تبغي الألماسة هذه بأي شكل من الأشكال، ودفعت عليها مبلغ كبير. يعني مثل ما شفنا حظ اللي امتلك الألماسة هذه قبلهم، أول شيء والدتها اللي حبت الألماسة توفت، ولدها عمره 9 سنوات دش في حادث مروري وتوفى، زوجها من بعد ما ياهل انهيار عصبي زوجها تركها وتوفى، بنتها توفت، الورث كله 25 مليون دولار خلص، الشركات وشركة الجريدة اللي هي الواشنطن بوست اضطروا ان يبيعونها في مزاد علني لشركة ثانية، وضعهم اللي كان فيه انهار كليا. وبعدها محافظة على الألماسة، فيها سر عجيب هذه الألماسة ما حد اليومكم هذا قادر يفهمه. المهم بعد ما توفت هي كم من سنة، يا التاجر الأمريكي الشهير، الجوهرجي الشهير هاري وينستون اللي الكل معروف واسمه ما شاء الله وصل للعالمية من حبه للمجوهرات الكبيرة. يعني التاجر الأمريكي هاري وينستون بال 1940 ظلت عنده الألماسة لفترة طويلة، يعني تقريبا 10 أو 12 سنة، وبعد ما شاف الحظ اللي جابت له قرر أنه يتخلص من الألماسة بأي شكل من الأشكال. مع العلم هاري وينستون تاجر أحجار وتاجر مجوهرات، وقيمة الألماسة في يومنا من 200 إلى 300 مليون دولار. فإن تاجر يشيل الألماسة بهذه القيمة ويهديها لمتحف عشان يتخلص منها، طبعا في سبب قوي. الواحد لازم يراجع نفسه ويشوف. من 1950 ليومنا هذا ما حد قرب عند الألماسة. في مع العلم في كثير اليومكم هذا حول العالم حابين يقتنون يشترون ألماسة مع أن قيمتها تفوق 250 مليون دولار، ولكن ما حد قدر أن يشتريها من ذاك الوقت. ألماسة زرقاء حجمها 5 ألماسة حجمها يفوق 45 قراط. It's a blue diamond، جدا جميلة، ولكن ما أتوقع يعني حد عند البعض أن يشتريها اليومنا هذا. فأتمنى أن فدناكم ولو بمعلومة بسيطة وقصة سريعة عن عالم المجوهرات. قصتنا اليوم إن شاء الله راح تكون عن اللؤلؤ الطبيعي، أهمية اللؤلؤ الطبيعي عالميا وأهميته لمنطقتنا هنا. خليكم معنا ويعطيكم العافية، and أهم شيء خليكم في البيت، stay at home and stay safe.